بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني أعزائي الأكاديميين والباحثين الأكارم المهتمين بتقييم البحوث العلمية، إذا وردتكم رسالة تقييم بحث على موقع إيداس فيكون إجراء التقييم لهذا البحث كما سيتم توضيحه في هذا الفيديو البسيط. دائما ترد الطلبات التقييم من المؤتمرات على الإيميل المثبت من قبل حضراتكم في صفحات موقع إيداس. فمثلا الآن وردني هذا الإيميل من المؤتمر، فالإيميل يحوي على عنوان البحث واسم المؤتمر والأبستراكت للبحث المطلوب تقييمه، ثم رابط للكونفيرم واللي هو إشعار لقبول حضرتك بتقييم البحث. فعندما يتم مثلا الآن جاني إشعار من أحد المؤتمرات، احنا بهذا الفيديو راح نشوف الوجهين كيف يتم لما المقيم يعمل كونفيرم شنو اللي راح يشوفه تشير مال المؤتمر. يعني الآن مثلا هذا البحث أنا مسوي كإكزامبل أرسلته وأنا تشير المؤتمر، فالآن عملت كونفيرم، فالكونفيرم راح يكون بهالشكل هذا. بإمكاني أعمل أكسبت أو داين رفض، والأكسبت معروف لدى حضراتكم. فالآن مثلا أني جايني من عدة مؤتمرات هذا ما يخص هذا البحث، فراح نقول أكسبت. فلما يكون أكسبت الآن تأشر عندي أنه هذا البحث ضمن الريفيو مالتي. الآن إذا نروح على المؤتمر شنو اللي راح يشوفونه؟ الشير مال المؤتمر راح يشوف أنه أنا كريفيو عملت كونفيرم، لأنه راح يتأشر عنده أنه أنا الآن ريفيور، تغير اللون. الآن مثلا احنا 4 بهذا البحث، الأول مسوي كونفيرم، الثاني أيضا مسوي كونفيرم اللي هو أنا عملته. الآن هاي المقيمين 2 ما عملوا لحد الآن كونفيرم، احنا دازلهم نوتيفايد لكن لحد الآن لم يصل الكونفيرم. راح يجيني إيميل على الإيميل الشخصي مالتي اللي هو شكر للموافقة، والآن يعطيك رابط بالإمكان أنه تقيم البحث مباشرة من دخول لهذا الرابط. وأبدأ عملية فأدخل على صفحتي بالإيداس راح تكون بهالشكل هذا، مؤشر كونفيرم هذا البحث أريد أقيمه، فأدخل على الصفحة مال البحث. فمن أدخل على صفحتي للبحث راح أشوف أنه أنا مؤشر الريفيو فورم مالتي باللون الأصفر، فمجرد أضغط عليها على الريفيو فورم راح تنفتح لي صفحة البحث. طبعا أنا أكون يعني قاري البحث، فبالإمكان الآن أجاوب على هذه الأسئلة اللي واضحة أمام حضراتكم. بعدها أرسل يعني النوتس مالتي اللي أنا أكون طبعا محضرها نتيجة قراءتي للبحث، حضرها بملف وورد مثلا وكوبي بيست هنا وأعملها على شكل نقاط. هذه الكومنتس اللجنة العلمية للمؤتمر، أعمل أبلود
للريفيو اتاتشمنت اذا عندي اني اتاتشمنت. اذا ردت اسوي اتاتشمنت بالامكان ملف بي دي اف او ملف وورد. احنا مخلين تو فورم بهالشكل هذا. راح الان اذا نريد نعمل اكزامبل ف الآن عملية سيف. الآن الريفيو مالتي اكتملت بدون اتاتشمنت لأن أنا ما عندي اتاتشمنت. إذا كان عندي اتاتشمنت فالآن هذه انتشرت عندي إنه أنا كومبليت وان ريفيو لهذا البحث. إذا نرجع إلى ال شير للمؤتمر شنو اللي راح يشوفه؟ راح نشوف انه هذه البيبر الان هذه اجتها تقييم من الريفيو الرابع اللي هو دكتور يوسف المشهداني وهذه الريكومندد. بهالشكل هذا يكون تقييم البحث في هذا المؤتمر الشخصي اللي هو بعنوان الريفيو فور بيبر يعطينا الرقم كومبليتد. هذا الثاني كيو بالامكان للمقيمين يعملون فورورد لايميل تحت عنوان ال ريفيو بابلون راح يجيني اسكينج للكومبليت. هذا الكومبليت اني اعمل كونفيرم يضاف لي ب كمقيم يضاف لي بالبابلون نقطه للتقييم. يعني الان هذه التقييم اسوي له فورورد. الفورورد يكون للريفيو هذا ريفيوز ات بابلون دوت كوم. هذا اذا الان انا اريد اخليه راح يجيني كونفيرم اسكينج الي اني الشير مال المؤتمر. يطلب من عندي كونفيرم انه هل هذا المقيم عمل لك تقييم فعلا. مجرد اني اعمل لك كونفيرم ينزل بحسابك بالبابلون تقييم للبحث. هذا بهالشكل هذا ممكن يستفاد المقيم اللي يقيم معنا اي بحث بنقطة بالبار. تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد وان شاء الله عيدكم مبارك ورمضان مبارك على الجميع يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.